السلام عليكم أصدقائي، تم الحصول على 120 ليرة من التطبيق بعد استبيانات وسحبنا منه سابقا، وهذا هو رابط التسجيل. تكبس عليه بيعطيك هاي الواجهة، اكتب اسمك واللقب، يعني اكتب اي اسم، اسم لقب رقم التليفون الجيميل كلمة السر، بعدين تعطيه اشارة صح، واشارة صح هي هون تسجيل بيشتغل معك الموقع. بعد ما يصير شغال اصدقائي، بعد ما يصير شغال هلا هون معي انا 23 ليرة تركي. هون بيطلع لك انت استبيانات، احيانا بيطلع لك 10 ليرة، احيانا بيطلع لك 20، احيانا بيطلع لك 50، كل وحدة اسئلة واجوبة وانت هون بتجاوب عليه وبتربح المال. بالنسبة للسحب في عنا 3 طرق للسحب، هي البنك، ببارة، هدايا، بطاقات. طريقة التسجيل كتير بسيطة، ما تنسونا بالدعم لايك واعجاب، لايك وتعليق حتى ننزلكم المزيد ان شاء الله. كل شخص بشاهدني يحط تفاعل حتى نعرف اشخاص عم يتفاعلوا مع القناة. بننتقل للتطبيق الثاني، الاستبيانات العربي. هذا هو اصدقائي استبيانات باللغة العربية، وهذا شغال بجميع انحاء العالم. كمان في عنا كتير مهمات، لو كنتم شايفين بحر مهمات، كل وحدة الى سعر محدد. وفي عنا كمان هون، كمان عنا هون نص، عنا هون نص، وعنا هون 1 دولار 32 ليرة احنا بنساويها وبنربح منها. ما كون شايفين بكوز عن مهمة، انت هون بدي اخذ المهمة هاي، عبالك من 3 دقايق لـ4 دقايق، مهمات بسيطة، اخبار تعطي ابدأ. هون بقلك يعني تنبيهات بسيطة تعطي ابدأ، بيعطيكم اخبار لتركيا او لدولة تاني حسب انت وين ما كنت موجود. بيعطيك اخبار يعني تقييمات الاخبار، وانت بتعطي وبيعطيك اشارة صح. بعد ما تساوي المهمة بيطلع لك هذا، بعد ما تساوي المهمة بيطلع لك هذا الشكل. مراجع الطلب بين 24 الى 72 بين يوم ويومين، بتأكد من المعلومات وبيعطوك الاوكي، بتسحبها انت بعدين على رصيدك. وفي عنا كمان كتير استبيانات بسعر بسيط، في عنا بسعر مرتفع، انت بتختار المهمة اللي بدك اياها. نكون شايفين هون كله 8 ليرات و6 ليرات و6 ليرات. بنضيف الرابط اسفل الفيديو دايما، سيحبي منه كذا مرة للتطبيق، للتطبيق الاول كمان. لا تنسونا بالدعم، نزلكم الافضل ان شاء الله.